الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. It's called ضيفك ضيفنا, which means your guest is our guest. بالنيابة عن الوالد علي محمد ثنيان الغانم وبالأصالة عن نفسي أرحب بكم أجمل ترحيب في مسجد الغانم والخرافي وأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We talk about the mosque. But what we do in the mosque, that's the main thing. ترى الله سبحانه وتعالى واحد ما في فرق. بس ناس حاطين اساميهم غير بس. دور المسجد في استقبال كل من يرغب زيارة المسجد من الرجال والنساء والأطفال والكبار والصغار ومرحب بهم. والمساجد في دولة الكويت تولى اهتماما كاملا من ناحية العمران ومن ناحية تهيئتها ومن ناحية الخدمة التي تقدم داخل المسجد. والشكر موصول إلى وزارة الأوقاف الحقيقة اللي كان لها دور كبير وتسهيل كثير من المهام لنا كجمعية. And this is my first time to visit this mosque. And tour the mosque and really understand and appreciate the Islam, the Muslim culture. Other ambassadors and members of the diplomatic corps and Kuwaiti faithful and believers, and I think it's a beautiful, beautiful mosque. Congratulations. I attended this project. I find the session very, very informative. Very much impressed. It's a majestic building, really. It's a great mosque. Really, the architecture is amazing. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا